بفضل الله وبرحمته تم تنفيذ مشروع نافع وعظيم الأهمية، وهو بناء مدرسة متكونة من فصلين دراسيين مع التأثيث بالأثاث اللازم، بالأثاث اللازم للدراسة والتعلم، مع مكتب مخصص للإدارة بجانب مسجد المتصدقين 2 برقم 72 في مدينة مكارورو في منطقة وجير شمال شرقي كينيا. وكان أهل هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع النبيلة ليستفيدوا منها لتعليم أطفال المسلمين، وإن ذلك لا يطفئ غضب الرب جل وعلا كما ورد. وتم البناء بعد فضل الله تعالى وتيسيره وتمكينه تحت اسم مدرسة مشروع المتصدقين رقم 2 وطرف فرع الرميثي وسلوى بتبرع منهم جزاهم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وبارك الله في أعمالهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما قدمه المرء ومن جاء إلى الله بقلب سليم. والشكر موصول كذلك لجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية وجميع شعب الكويت والحكومة الكويتية جزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه للمسلمين في جميع أنحاء العالم من مشاريع نافعة ومفيدة، وكذلك لمعاونتهم ولإفادتهم لغيرهم من الإنسانية والبشرية جمعاء. ولا ننسى كذلك